وللمزيد عن تردي الخدمات وتآكل البنية التحتية في العراق وسط عجز وفشل من الجهات الحكومية في القيام بدورها بإصلاح وصيانة المرافق الخدمية، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من بغداد الصحفي العراقي أحمد الجميلي. مرحبا بك معنا. مرحبا بك، حياك الله خير. أستاذ أحمد، مجددا يأتي فصل الشتاء مثل كل سنة وموسم الأمطار ليغرق كثير من شوارع المدن العراقية بالماء ويصبح التنقل والحركة صعبة بالنسبة للناس، وتنكشف انهيارات في شبكات المجاري في تلك المدن. لماذا برأيك هذا الانهيار المستمر للخدمات خاصة في فصل الشتاء؟ نعم، في الحقيقة يعني من الطبيعي أن تغرق شوارع بغداد في أول موجة أمطار يشهدها العراق هذا في موسم الشتاء الحالي، لأن منظومات المياه والمجاري هي منظومات قديمة ومنظومات متهالكة ولم تجري عليها الحكومات السابقة ولا الحكومة الحالية يعني صيانة حقيقية تؤدي إلى استيعاب كميات الأمطار البسيطة التي هطلت في العاصمة بغداد، بالإضافة إلى فشل المشاريع التي أعلن عنها في الحكومات السابقة مثل مشروع المجاري في مناطق شرق بغداد، حيث ما زال هذا المشروع ولحد الآن مجرد هيكل ولم يتم إنجازه لغاية هذا اليوم. لذلك اليوم يعني شوارع بغداد مهددة بالغرق مرات أخرى بسبب كميات الأمطار المتوقعة أن تهطل في الشتاء الحالي. نعم، طيب، الأرقام الصادرة عن وزارة التخطيط الحالية تؤكد ارتفاع معدلات التلوث في المدن الكبرى مثل بغداد والبصرة، مما يعرض المواطنين بالطبع لأمراض عديدة مثل الربو وأمراض القلب وغيرها. أين الدور الحكومي والمؤسسات من ذلك؟ نعم، يعني في الحقيقة مسألة التلوث يعني هي معاناة أخرى تضاف إلى سجل المعاناة التي يعيش وسطها العراقيون اليوم. هذا التلوث سببه يعني الزيادة المفرطة لكمية المركبات التي تتجول في شوارع بغداد، حيث أن هنالك إحصائيات تتحدث عن وجود أكثر من 3 ملايين سيارة في بغداد، بالإضافة إلى أن هنالك أكثر من 100,000 مولد كهربائي. هذه المولدات تقوم يعني بث سمومها وبث دخانها في أجواء العاصمة بغداد، بالإضافة إلى وجود معامل أهلية صغيرة. هذه المعامل أيضا تقوم ببث سمومها وبث دخانها في سماء العاصمة بغداد، بالإضافة إلى وجود مصفى الدورة المتهالك الذي يعني أثبتت التقارير أن يعني هذا المصفى أغلبه معطل، وهنالك يعني تسرب في مصفى الدورة يؤدي إلى زيادة كمية تلوث الهواء في العاصمة العراقية بغداد. حتى الآن الحلول التي أعلنت عنها الحكومة هي حلول غير مجدية، المشكلة ما زالت مستمرة، وهنالك يعني أيضا توصيات صدرت عن وزارة البيئة حاولت التخفيف من تبعات التلوث البيئي وتلوث الهواء الحاصل في العاصمة بغداد، إلا أن المشكلة ما زالت مستمرة. أيضا مشكلة حرق النفايات على أطراف العاصمة العراقية بغداد يعني مشكلة عويصة عجزت عن حلها جميع الحكومات السابقة والحالية، لأن هذه المناطق تسيطر عليها جهات هي تعتبر نفسها فوق سلطة الدولة. لذلك يعني باستمرار مسببات هذه المشكلة سوف تستمر معاناة العراقيين إلى أن يتم وضع حلول ناجعة لحل هذه المشكلة. نعم، هناك تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يؤكد أن العراق فشل في تحقيق أي من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمدن، مما يعزز الفقر وتدهور جودة الحياة. إلى أي مدى تتفق مع ما ذهب إليه هذا التقرير الأممي؟ نعم، يعني بكل تأكيد يعني نحن نتفق مع جميع التقارير التي تتحدث عن يعني سواء التلوث البيئي وسواء
الفساد الإداري والمؤسسات في العراق، بالإضافة إلى فشل جهود الحكومات المتعاقبة عن وضع يعني إصلاحات حقيقية تنهض بالمدن العراقية وتجعلها مدن مؤهلة للعيش البشري وتنافس مدن الدول المجاورة للعراق، لأن يعني شبح الفساد ما زال يسيطر على عمل الحكومات، بالإضافة إلى المحاصصة الحزبية والمؤسساتية التي عطلت الكثير من المشاكل بسبب المشاريع، بسبب يعني المشاكل السياسية وعدم الاستقرار السياسي وسوء توزيع موارد الدولة. يعني هذه الموارد التي لو وجدت في دول أخرى لأصبحت في مصاف الدول العظمى، ولكن للأسف يعني الإمكانات التي يعني أنعم الله بها على العراقيين للأسف يعني ذهبت إلى جيوب الفاسدين، وترك المواطن العراقي اليوم يعاني من في الصيف ويعاني في الشتاء ويعاني في كل المواسم بسبب يعني انعدام البناء التحتية وتخلفها عن توفير حياة سليمة وآمنة للعراقيين. نعم، السؤال الذي يفرض نفسه في ظل كل ما تفضلت به، هل تعجز دولة مثل العراق عن تطوير بنيتها التحتية رغم إمكانياتها المادية وثرواتها النفطية الهائلة؟ يعني إذا ما استمر الحال على ما هو عليه اليوم من يعني تفشي الفساد الإداري والبيروقراطية الطويلة التي تعطل إنشاء المشاريع وديمومتها، فإن المشكلة سوف يعني تستمر. لذلك العراق اليوم يحتاج إلى إصلاح من الألف إلى الياء، إصلاح واسع يشمل جميع مؤسسات الدولة، يعني تتولى المشاريع البناء التحتية جهات تتحلى بالمهنية وبالنزاهة من أجل يعني إنجاز هذه المشاريع، من أجل تقديم خدمة للمواطن العراقي. لذلك بالمعادلة الحالية لا أعتقد أن المشكلة سوف تحل وسوف تستمر هذه المشاكل ويستمر انهيار البناء التحتية باستمرار الفساد وباستمرار الأسلوب المتخلف الذي تدار به مؤسسات الدولة اليوم. أشكرك جزيلا أستاذ أحمد الجميلي الصحفي العراقي، كنت معنا من بغداد.